السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شركات العزيزات، أهلا بكم في قناتي، أهلا بكل المشاهدات الجدد. اللي ما اشتركتش اشتركوا وتفعلوا الجرس واعملوا لايك ليصلكم الجديد. اليوم بإذن الله راح نديروا زجاجيات أي ديفيرين، حاجة بسيطة لكن تجي راقية، يعني بمكونات وكل بسيطة غير مكلفة. أنا كان عندي بسكوي أسود بالكاكاو، عندي زجاجيات دائرية، قصيت البسكوي هذاك دائري حطيت في الزجاجيات، وكانت عندي حكمت شانتيي درت لها كراميل بيغ صالي، وشانتيي وحدة درت فيها النسكافي. وانا ننصحكم ديروا الذوق اللي تحبوا، تقدروا ديروا لاروم تاع البراليني تاع قهوة تاع بيستاش، وتنوعوا في الزجاجيات، يعني حاجة سهلة. لكن هنا درت البسكوي شربته بشوية حليب، ودرت الكريمة الأولى بالشانتي، درت لها الكراميل بيغ صالي، درت طبقها وديروها في بوش في كيس حلواني وحطوها بطريقة جميلة. وزدت بسكوي ثاني وحطيت فوقه شربته بالحليب، وبعدين درت طبقة تاع ياورت بذوق الفانيلا، يعني وتقدروا ديروا الذوق اللي تحبوا. يعني حاجة بسيطة وسهلة وتجي راقية لسهرة رمضان، وإن شاء الله ربي يرفع علينا هذا البلاء ونجتمع بأهلنا وولادنا والحفدة تاعنا، وربي يرفعه على كل أمة محمد ويرجع صلاة التراويح والصلوات في المساجد إن شاء الله. هنا درت الزبادي بذوق الفانيلا، وزدت طبقة أخرى تاع البسكوي من فوق وشربتها، يعني هكا باش يعطي ألوان الزجاجيات. وهنا هذه الشانتي درت لها نسكافي، وتقدروا ديروا لها براليني او ديروها بيستاش، نوعوا في الاذواق. هذو اشياء يعني بسيطة، ولما تعرفوا كيف تزينوهم تحصلوا على زجاجيات راقية ولذيذة، ولازم يبردوا جيدا وبعدين زينتهم بالكوبو تاع الشوكولا السوداء، وحطيتهم في الثلاجة لمدة 6 ساعات، ويقدموا باردين جيدا. يعني معظم الأحيان هو يبقى لنا بيسكوي، أنا دايما ندير كمية كبيرة، وبعض الأحيان هو نقطع البيسكوي أشكال أو ويقعدوا البقايا هذوك نديرهم في دي بوات أي علب،
ونحطهم في المجمد وقت اللي نحتاج ندير بيهم، نجبدهم نبتكر أي حالة يعني، وكاينة شانتيي أو ياورت أو كيما دانات كيما هنا، ويقدم باردين. ولازم الإنسان يحاول يبتكر بأشياء بسيطة، وش يكون عنده الإنسان حتى التزيين تقدروا تزينوا بكاوكاو أو بأي شيء عندكم. إذا ما كان شوكولا بيسكوي هك فتتوه من فوق، أو حتى الكراميل سخنوا هذاك كراميل بغطالي سخنوه شوي وديروا بالملعقة هكا خطوط في الكؤوس، وقدموهم لضيوفكم وهي لذيذة جدا. يعني طبقات الكريمة والبيسكوي حاجة لذيذة وسهلة وغير مكلفة. اي بشانتيي يعني ما كانش كريمات، حتى ما تحبوش ديروا الياورت الزبادي ما مش تقدروا تطيبوا كريمة بحليب ونشاء وتنكهوها. وان شاء الله في وصفة اخرى وزجاجية اخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وفي أمان الله في وصفة أخرى إن شاء الله.